No, 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 no. حي يا حي يا حي من يانا وشرف قال رحبت به ترحيب محشوم. نعم شرفت يا حلو المبسم شرفت. ارحب والله مليون الله يحييك. شوف نعم انا بسم الله عليك ضول اشوف هلا منها ما موتر واتسيف يلا وهذا حد يا ابويا بعد نعم بعد ما نروح اليوم اقول لك انا ابوي انا يوم تلومني فهد تلومني تقول لي انت تبى تنازع شوف انت متى يعني متى نشتغل احنا متى نيجي في الليل نص الليل اشتغل في المزرعه متقدمين بس اليوم ما بستو شغل هي بس سوالف سوت عزبه سوت عزبه بس سوت عزبه سوت عزبه ما مزرعه انا اشوف مشي في احد يا ابويا هي تابعوا واحد ورا الثاني واحد كان مجي الفريق كله بعد هني لا حول لا قوه الا بالله العظيم شوف ساكين هالفريق ساكين هي تقول مالهم كيف ساكين هي انا اقول لك انا خايفان انهم بعدهم هاي ينقلوها باسمهم خايفان شوفهم وين ما تشوفوا عن يكون في الحشيش حرام اليوم ان لقيتهم الحشيش والله لرقد عليهم اليوم بساق ما بعسوا ساق في شوك والله المال مالنا والنا نعم انا اخاف مسير في ذاك ما شاء الله هاي بتدخل موسوعه جنس سمعت عنها النخله ذي هاي النخله كان مطيح من الاعوانكم انتم افتك عوله والله يا بطل نعم ايه هذا عسو زين هذا اللي حاي بضمه والله بضمه ذي شوف 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 ايه شوف كابه طالعه كابه هذا ابو راشد اظني وياه نعم هو مره ينعرف من كابه ايه ينعرف ما اعرف وش مجتمعين داخل حشيش سو داخل دره بس خططوا كام يقلعوها خلوا غلب معزم خلوا خليهم وش يا رجال ديله شروه الدره ديله المهم قلت عليكم البقعه قلت عليكم يلتا داخل يلسوهني صل على النبي صل على النبي الناس تقول السلام عليكم السلام عليكم يوم اللي انتم داخل هنا داخل الدره وش ياسين يلسوهني مستانسين ياسين متى انتم متى بعتين هنا وش؟ قول لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله انا ابو راشد البيت وقال لي الحق قلت لي ها قال مدبل زراعته وقامت توقف على حيلها قلت له شنو المطلوب؟ قال لا تخلي الشغل حول نفر واحد، انت تجي وتحش وتروح، قال تعال بنقسم الزراعه، نص ليك ونص للمدبل. لا والله. سامك انت يا احمد بالسيف تقاف روحك، وسام المدبل ايش صار فيه؟ قلت له ما قلت. قلت قص البيب، اللي يودي لك الماي انت اخذه بروحدك، واللي ياخذه بنسيف وحده. زين، اخبار من هذا؟ اخباري. اي انت تامر امر تامر انت وش بعد غير تبان اسوي ما تبان اقسم المزرعه النص ليكم والنص لي والزراعه لا تطول لزي السين يعني ما يوم انا ازقي انت ما تزقى هي بشور هو بشور بجيب لك الموضوع ايبه حق ويش فهد فهد الحين انت بدل ما تقول لي نعون صدف العور ما قسمت المزرعه ما قسمنا هو يعني مسوي اجتماعات مسوي شوف جيب العسو انت وياي وياك يبه العسو العسو انت وياي يبه الصبر خلي العسو ايوه ايه صبر 16 1 2 3 4 5 6 7
8 اقول لك مستوى الحساب 26.5 النص كيف نقسمه؟ اقول 13 احسب واحد ثلاثة يبنوا يبنوا هيد يبنوا خطبها شو شيء المعزب المعزب أي بيك موضوع هذا خلي سبيل هذا النص هذا اللي يبنوا هي تعال تعال نفكر بالموضوع نفكر بالموضوع ها سمع هذا القياسة سمع هذا البن يقابل زراعته وحده وانت زراعتك تقابلها يعني لا انا ما بي طول انا روحي ما بي لا تعال لا لا انا ما بي يعني ابو يعني ابو سيف روحه مسؤول عن زرعه هو مسؤول عن هاي الحين زرعته انا ما انا ما جايب هو جايبني نعم تعال ويدفع شيء ابو راشد ولا بلاش بلاش اقول لك جايب منك مهندس وشته لا قال لي الزرعه وقفت على حيلها انت وقفت على حيلها عشان ما نتنازع احنا وانت المدبل كل يوم الاول يمكن افحص لنا فضيحه شل حشيش المدبل شل حشيش المدبل احنا بنقسم انت بالنص بغيت تزرع تبي تزقى زرعتك زين تعبان فيها انت تعبان فيها اقول لك شوفوا هذه كل هاي السبله ذيك ها هناك يلستني هنا في الزرع مالك وش اخطف طف اخطف اخطف سير هناك لها هناك سير هناك 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 الاتفاق سير هناك الاتفاقيه هناك الاتفاقيه احنا مالك وخص الزراعه كيف ما شرد هناك كيف ما شرد عسو في دير سير اخطف طف لا الناس وبعد الناس الناس مدبل الناس ابوي هذا متعوب عليه هذا وهذا لا تعبون بعه تعبان مش مسوي ذا مدحي عندي هوش عندي هوش انت كل الناس عندها هوش حياة قسم عليها كان واحد عنده هوش بيركب الله عليك ابو راشد تجيب الشباب وتقسم المزارع راحتك فها لين نص له نص مال وش بالمزرعة متى انت تقني كل مره عليك النص عليك النص قدام فهد شاهد ما فهد تعيد يوم انا اقول لكم وش يجيبكم ليكم النص هنا ها قبضها يا ابوي هاي تطنيزه طنز عليك انا اقول لك ليك النص ما اقول لك ليك النص فهد ثلاثين مره قايلنها لي ليك النص عليك النص صرقوا قال لي شوف انت ابو راشد طنازه شو ابو راشد طنازه الحين سيف انا يوم يزيل علي قلت له انت وش يجيبك ليك النص هنا تربيع خذها هو خذها سحب عليها انت راح متكلم انت راح متكلم يا ابوي انا ما اتكلم لحظه بن سيف ولحظه انت اسكت شوي اذا واحد قال لك ليك النص بتقول له لا لا تعدرت عنك النص مذني كل يوم تجي هنا مذني ولا ينام ولا شاهد وش جايبنكم ليكم النص هو الريا ما بيعطيني من سهمك انت بيعطيني من سهمته وقال بقسم قال احمد خلص باي النص ليكم وين مال ويش انت الروق بتخابر والله العظيم انك قليتني قسم بالله واحلف وقت المغرب انك قليتني ليك النص وش جايبنكم ليكم النص ليك النص لكن انا اتطند انا اقول ليك النص كل يوم ويتنا ليك النص اسمع مجبن انت قليته اقول لي دياي هو اللي اقول لي يعني قلاني هو مقلني اقول لك تقليته يقولوا قليته وين قال لك وانا شاهد وهذا شاهد يوم اني انا وياك قالوا شايبنكم ليكم النص صح الحين اقول لك عيل تبع عليك النص هذا النص عيل انا بروح بتوكل به وش خليته العيال وش خليته تبع انت تبع انت عاد عندي هوش وي تيمل مدبل تيمل فينا تيمل ناس للناس اقول له ده هو قال لا قال لك ولا ما قال لك مقلني مقلني انا اقول لكم مقلني بزيت انت ولا بيقول لا بدون زيت مقلني انت راح اشوف جاي انا مقلني ابو راشد لا ياسين نطبخ حنين انت طايح لي بزيت وغيره هو يقول سهم يتكلم عن جزاهم الله خير شباب بمان منسينك لا انا منسي معطليني يلا معطليني عن الشغل لا شغل ولا مشغله انت بس اكس وقت وانا مدبل سأل الحين تو انت تو الزراعه تزرع وتسوى وش تستفيد وش نستفيد؟ ما تسلي بس؟ تقضية وقت بس هي تقضية وقت توها بكم يستقيم عليك الفندالك اللي يطلع سيده ولا؟ لا لا شيء منه يطلع عوي بعد كذا وابوي على مكرك انا وابوي هذا سؤال عين يعني الناس يقول يدود وهذا يدود هاي يدود تو شيء ما يدود بني ادم يدود ترى لا اله الا الله محمد
لا اله الا الله خمس ولا ايه ليه؟ ترى احنا من المسأل هذا وش دراه؟ بني ادم ما يدود يوم يوم يموت. ما اعرف ما شفت. خلي انت بني ادم ما صدق 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 انت عم ندفنه ما نشوفه. لا لا يدود يدود اذا خلى بني ادم يموت خلى يتم برع يومين ثلاث. يعني عشت عندهم في القبر انت؟ لا في القبر برع اذا يتم برع يدود. يلا بحسن خاتمه يلا. امورك طيبه نعم ويرتاح وبعد يوم حد يرتاح يرتاح يعني شوف انا مرتاح ما تشوفني يا رياض ضحك لين هنا متشقق من أيوة. يعني اذا ابو راشد ما يجي يومي ثلاث ايام يتضايق ضيقه ما حتى اكل ما اكل يوم ما يجي زبعت صح اي صح صح باين عليك من وجهك انت لا مستونس ولا غيره لازم تنقذني انا وانا الحين صار لي شهرين وغيره ليت المزرعه هذا شهرين ماي شهرين ميت المزرعه وامس حبوتي جاي هناك امس من جاي هناك متقلب داخل حشيش من صورتني فيها لا لا ما صورني انزين هلا الله في ابو راشد هلا في خلاه في عيونك عطنا النص لا ليه من كذا قاسمني هو كيف قاسمك تستاهل الله خير بيض الله وجهك هني لازم نخدم الانسان ونكمل بعض بيض الله نعم واذا الانسان لا كمل حد كيستو عاد مدبل نعم. تابع حتى عند العمال ما مقصر نعم. لا لا العمال ما مقصر يعطيهم عيش ويعطيهم طماط ويعطيهم خضره وكل شيء اقول لك انت اقول لك انت ما احسن تاتي لسنا مكاني انا اقول لك بترخص لا يلس يلس لا لا بترخص انت انا ما مخليه يتخابر هنودك هنودي زي النص وجه سيف وجه صل على النبي سامحوني يا ابوي انا بتوكل بس ابوي قاطعنا في الرمشه اصبر اصبر وجه سيف الحين اللي النص اللي دخل بكلهم نعم نعم كم عامل معه اربعه اثنين هو مسؤول عنهم اثنين انا مسؤول عنهم تقلع الفندال تقلع الفندال تقول سوق غير عادي والله اقول لك صل على النبي يقول لك عند القبائل قاطعني ولا تقاطع رمستي صح وهذا اخوي خابر ترى كل يوم نتكلم ثلاثتنا راح غريب معنا صدق ما بميلس احنا الحين احنا بيننا كلام حد بيها رسمي؟ لا اذا بيها رسمي انا بشتل عيب يا ابوي عيب عند القبائل لا حد ابوي لا تمشي معنا ولا ابوي وحدك صور 24 ساعه صدقه 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 عمرك لا تبي تسمع انا اقول يوم احنا ما قبائل جالسين قبائل كنا تقول ما حد قبائل لا انت تقول لي لا يا قصد ما رسميات ما هي رسميات مزرعهنا ياسين ما حد قال ما حد قبائل يالس قبائل كنا قبائل هذا وش يقول صدق هو يقول لك الرياض صدقه يوم 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 بيتخابر لا تم تقطع لي رمسته هذا مزرعته للنص انت النص وياه تخابر فهد مو ما تو مدبل ما ناكر انا شاهد قال ما حد قبائل قال هذا ما قبيلي شو ما ابتلى ما ابتلى صوره صوره انت ما قبيلي ما ادري بس انت اكلمك ما وقته لا انت بتحسبني اطلعوا من مزرعتي اطلعوا من مزرعتي واش يبي واش يبي قم قم شيل شيل شعرك قم طلعهم شلنا تراني ما بصبح اشوكيك لا تاكل وش شلنا عليك كيف ماشي اخوان لا لا فيديو جاهز يوم قالوا شيء ما ان الرجال يسولف وانت انت تقطع لي رمسته منو بس الاخر بي النص ليك النص في المزرعه تقطع لي في الرمسه حتى بالكلام لي النص فوق ذيك كان يرمس على مكانه يرمس على راحته يرمس على راحته لا لا صح يوم بيكون حد غريب لي الحق زين قول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله احنا بنترخص بعدين ابو راشد عقيد الجلسه اقول لك احنا مترخصين اقول لك ست ابو راشد وتقلب فين حشيش هذا تقلب فيه وهو للنص والمزرعه مزرعته اقول لك يوم يوم الاخبار عندك انت بالاخبار ان لك النص تقلب فين حشيش لين باكر الصبح احنا مروحين ولا يلا ما ترخص لك ابو راشد توقع وش وقع وش ترخص لك وش مخلصين من الدوام احنا في شركه وش نداوم ما تبانا بصم مره فهاي وقعوا ولا بس اللي برخصهم لا لا بنترخص روحنا احنا ولا ما المدبر يرمس هو المدبر يرمس منه هو يغش في الرمسي اقول لك ما عرف سيف ما طب يوم لك مرتك تقلب علي انا بقى من اللي صور لا نزل التصوير زي ما قلت شيء طايحين بي لا تعرف السنه ولا تعرف القبائل ولا يا ابوي يوم تجلس احنا ما كنا ما تعرف يوم تجلس عند العرب انزعوا يوم تجلس عند العرب لا تقاطع بالرمسه لا وين العرب انزين هذا انجليز وشوف عمامته شوف عمامته هذا ما ما ربع هني بيننا ما بيننا بنسولف اللي بنسولفه لا حد يدخل بينا صدقه احنا ثلاثه مكملين بعض يا سلام انت غابة بعد انا هذا وش الحين كيف انت خابره لا انا اكلمكم انتوا الاثنين لما نصير عند العرب لا تطفى صوتكم وديله والاشياء اللي تصير بيننا لا تطلعوها نعم هذه هي السؤال هذا هذا فاهم الحياه بالمقلوب بالمقلوب يعني قصده ما حد عندنا غريب
استغفر الله. انت بعيز انا من افهمكم. انت كم مره مدرس انك انا نسيت يوم درسك؟ تخلى عمرك ما تعرف معلم تربيه اسلاميه انت مخلى عمرك درسنا مدبن. باي مدرسه درس ده؟ ها داير راسه داير. اقول لك انا العسي هناك تم. هي هو يباله اخواني. هذا الفيديو خاص لاهل ضنك. ان شاء الله باكر انا والشباب راح نكون عندكم متواجدين تغطيه لمحل البرزه كافيه عصرانيه، والقريب يقرب. وش تقول ابو سيف؟ انتظرونا باكر في ضنك. انتظرونا باكر في ضنك تغطيتنا. يا سلام سلم. فهد فر عليك يا مرشيمه. ابوي اسمها ضنك. ضنك وش ضنك؟ تحيز بكم انت وابوي. جيب البيب فهد. جيب البيب. ويش ضنك؟ جيب البيب. ضنك ضنك اسمها ضنك. ضنك ضنك. وش بعد باكر في ضنك؟ تحيز بكم لوش؟ لمحل البرزة كافيه. لمحل البرزة كافيه والقريب يقرب وحيوه الله. وفضنك 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 فهد وفضنك وفضنك. البرزة كافيه. البرزة كافيه وفضنك وفضنك. عصرانية ان شاء الله هناك. العصرانية احنا متواجدين والقريب يقرب. واللي ما معه سيارة يسوي له سيارة. تريونا فوين؟ او اللي ما معه سيارة يسوي له سيارة. وتريونا فوين؟ فضنك فضنك فضنك.